السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم قاری محمد جاوید کی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں جو ماشاء اللہ بدھپورے کے دینی ادارے میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بہت سی تلاوتوں کے اپلوڈ ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلاوتیں بہت ساری آئی ہوئی ہیں، ان کو نمبر وار سلسلہ وار ڈالا جا رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يضاءون ويمنعون الماعون۔ الله أكبر سمي الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن